السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة مع أول درس من دروس الدراسات الاجتماعية هنبدأ بأول درس عندي في الجغرافيا وهو اسمه البيئات المصرية. تعالوا نعرف كده سوا يعني إيه البيئة. البيئة ده المكان اللي احنا عايشين فيه، الشارع والمنطقة اللي احنا ساكنين فيها. يبقى البيئة هي المكان الذي نعيش فيه. حلو، طب المكان اللي احنا عايشين فيه ده فيه إيه؟ قال لي يا ميس بيضم مظاهر طبيعية. انا وانا ماشي في الشارع كده ممكن الاقي اشجار، ممكن الاقي نباتات، ممكن الاقي حيوانات، ممكن الاقي ناس تانية عايشة معانا. دول مين اللي خلقهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اي حاجة ربنا خلقها بقول عليها طبيعي، يبقى تضم مظاهر طبيعية. حلو، طب ممكن الاقي في الشارع كمان، ممكن الاقي سيارات، ممكن الاقي بيوت، ممكن الاقي مصانع، ممكن الاقي مدارس. دول مين اللي صنعهم؟ الانسان. يبقى اي حاجة الانسان صنعها هقول عليها مظاهر حضارية. يبقى البيئة هي المكان الذي نعيش فيه. حلو قوي، ويضم مظاهر طبيعية او مظاهر حضارية. جميل، طب هو انا عايش في اي مكان؟ قال لي لا، لازم المكان ده يكون فيه الحاجات المهمة، المقومات، الضروريات اللي انا هقدر اعيش بيها. انا عشان اعيش محتاج ايه؟ محتاج اكل واشرب والبس وبيت اعيش فيه. يبقى البيئة يبقى هي يوجد بها مقومات الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. جميل قوي، طب المكان اللي انا عايش فيه ده مش هأثر فيه؟ مش هيغير فيا وانا هغير فيه؟ قال لي لا طبعا. هو انا لو دلوقتي عندي عايش في مكان فيه مياه عذبه وتربه خصبه هيأثر ولا مش هيأثر؟ هيأثر طبعا علي وهيخليني اشتغل بحرفه الزراعه. يبقى انا كده المكان اثر فيا ولا لا؟ اثر. طب انا اثرت فيه؟ طبعا. هو انا لما ازرع مش غيرت من شكل التربه الطينيه وبقى فيها زرع؟ يبقى كده البيئه هي المكان الذي نعيش فيه ويضم مظاهر طبيعيه ومظاهر حضاريه ويتوافر به مقومات الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونؤثر فيه ونتأثر به. طب حلو قوي، تعال نشوف بقى البيئات اللي عندنا في مصر دي ايه خصائص البيئات المصرية، ايه مميزاتها، ايه صفاتها، بتتميز بيه البيئات بتاعتنا بثلاث حاجات. اول حاجة التنوع، التداخل، التكامل. جميل قوي، يبقى لما يقول لي اكمل من خصائص البيئات المصرية نقط ونقط ونقط هقول له التنوع والتداخل والتكامل. جميل، طب تعالى نبدا باول حاجه التنوع. هو احنا في مصر دي عندنا بيئات متنوعه؟ قال لي طبعا، ده انا عندي في مصر دي بيئه زراعيه وبيئه صناعيه وبيئه صحراويه وبيئه ساحليه. طب يا ترى ليه مصر دي فيها بيئات كده كتيره ومتنوعه؟ تعالى معايا اقول لك. اول حاجه عشان عندي اتساع مساحه مصر. بيقول لي مصر دي كبيره قوي واسعه قوي، ده مصر دي مساحتها بتصل الى مليون كيلو متر مربع. طبعا لما مصر وسعت بقى عندي صحراء وعندي بحرين وعندي نهر النيل، دولت يعملوا لي ايه؟ بيئات متنوعه. الصحاري هتعمل لي بيئه صحراويه، والبحار عملت لي بيئه ساحليه، ونهر النيل عمل لي بيئه زراعيه. يبقى اول سبب اتساع مساحه مصر التي تزيد قليلا عن مليون كيلو متر مربع. جميل قوي، طب تاني حاجه يا ترى ايه هي؟ لما مصر دي تبقى واسعه يا ترى مظاهر سطح الارض، شكل الارض هيبقى كله سوا واحد؟ قال لي لا طبعا، ده انا هيبقى عندي جبال وعندي هضاب وعندي بحار وعندي منخفضات. طبعا دول كمان هينوعوا لي في البيت. طب ايه كمان يا ترى؟ قال لي عندي كمان حاجه، لما انا عندي تنوع في كل ده هيعمل لي تنوع في الموارد الطبيعيه. انا عندي صحراء هطلع منها المعادن، عندي بيئه زراعيه هتبقى فيها تربه خصبه ومياه عذبه، عندي بيئه ساحليه هتطلع على الثروه السمكيه. يبقى عندي كمان تنوع الموارد الطبيعيه مثل النباتات والمعادن ومصادر الطاقه. يبقى لما يجي يسالني ويقول لي بما تفسر تنوع البيئات المصرية هقول له ايه؟ تعالى معايا كده شوف هنقولها ازاي. اتساع مساحة مصر التي تزيد قليلا عن مليون كيلو متر مربع، تنوع مظاهر سطح الارض، جبال، هضاب، بحر، نهر النيل والمنخفضات، تنوع الموارد الطبيعية، نباتات ومعادن ومصادر الطاقة. حلوة. طب لو جه قال لي ما النتائج؟ ما النتائج يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عندي اتساع في مصر وعندي تنوع في الموارد وعندي تنوع في مظاهر السطح؟ طبعا الاجابه واضحه، هقول له السؤال اللي قاله لي ادى الى تنوع البيئات المصريه. طب تفتكر كده لما البيئات بتاعتنا دي تبقى متنوعه دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ هنستفيد منها ولا مش هنستفيد؟ قال لي طبعا، ده انا هستفيد منها جدا جدا جدا، تعالى اوريك ازاي. تنوع البيئات المصريه ده عمل لي اول حاجه تنوع في الانتاج الاقتصادي، هيبقى عندي انتاج زراعي وانتاج صناعي وانتاج سمكي وانتاج حيواني. طب عمل لي ايه تاني؟ تنوع في الثروات الطبيعيه، هيبقى عندي ثروات كتير سواء كانت مائيه، سمكيه، معادن،
ثروات كتيرة جدا. يبقى تنوع الروابط المصرية ده أدى إلى إيه؟ تنوع الثروات الطبيعية وتنوع الإنتاج الاقتصادي. جميل أوي. يبقى إحنا كده خلصنا من أول نقطة اللي هي التنوع. تعالى ندخل على تاني حاجة، التداخل. يعني ايه تداخل؟ بالبلدي كده يعني البلد دخلت جوه بعض، مفيش حاجة فصلتهم عن بعض. تعالى أقول لك إزاي. هو أنا دلوقتي في البيئة الصحراوية، مش إحنا بنزرع في الواحات، يبقى كده البيئة الزراعية دخلت جوه الصحراء ولا ما دخلتش؟ هو انا فصلتهم من بعض؟ لا طبعا. طب تعالى اقول لك مثال تاني. هو انا دلوقتي لما اجي اعمل مصنع طوب جنب البيئة الزراعية، لان احنا طبعا الطوب بنعمله من التربة الطينية، دلوقتي انا هل فصلت مصنع الطوب عن البيئة الزراعية؟ لا. يبقى معنى كده ان البيئة الصناعية دخلت جوه البيئة الزراعية ومفيش حاجة فصلتهم عن بعض. يبقى لما يقول لي للبيئات متداخلة او بما تفسر تداخل البيئات المصرية، هقول له ايه؟ هقول له لعدم وجود حدود فاصلة بينه، مفيش حاجة بتفصل بينه. ونجد البيئة الزراعية داخل البيئة الصحراوية، ونجد البيئة الصناعية داخل البيئة الزراعية. جميل قوي. تعال ندخل بقى على اخر نقطة، التكامل. خد بالك بقى، التكامل ده حلو قوي، من اسمه كده تكامل، يعني بنكمل بعض. كل بيئة من البيئات اللي عندي بتدي البيئات التانية الحاجات اللي محتاجينها. تعال اقول لك ازاي. البيئة الزراعية بتدينا ايه؟ محتاجين منها ايه؟ بناخد منها المحاصيل الزراعية، بنربي فيها الحيوانات. والبيئة الصناعية بتدينا الملابس والسيارات والصناعات اللي احنا محتاجينها. والبيئة الصحراوية بستخرج منها المعادن، الحديد والذهب والمنجنيز. والبيئة الساحلية طبعا بستخرج منها كل حاجة، الأسماك والأملاح والأصداف. فكل دول هقول عليهم الثروات المائية. يبقى لما يقول لي بما تفسر تكامل البيئات المصرية أو أذكر السبب بيئات مصر متكاملة، يا ترى هقول له إيه؟ هقول لأن كل بيئة تمد البيئة الأخرى بما تحتاجه من منتجات. وابدأ بقى، البيئة الزراعية تمدنا بالحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية، والبيئة الصناعية تمدنا بالصناعات المختلفة، والبيئة الصحراوية تمدنا بالمعادن المختلف، والبيئة الساحلية تمدنا بالثروات المائية. وبكده نكون يا سنة ستة خلصنا أول درس في الدراسات الاجتماعية وهو البيئات المصرية، وإن شاء الله مع درس جديد في الدراسات.